برنامج اخر اللي كانت قامت به وزاره الشباب والرياضه موازاه مع هذا البرنامج، هي وزاره الشباب والرياضه سبقات وقع فيه تاخير، وقع تاخير ديال المشاكل ديال الصفقات، مشكل ديال المقاول، مشكل ديال كذا، بما فيه ملعب نخيل اللي موجود في تيزنيت. ملعب نخيل هذا بين نخيل، ملعب بين نخيل اللي موجود في زيت هذا يتعشم عن طريق وزاره الشباب والرياضه، ولكن فيه عيوب كثيره. جا حطوا العشب الاصطناعي مباشره على 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 ذاك على ذاك، بينما قبل ما ينزل العشب كيكون واحد 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 الطارطون كيكون تحت اللي فيه واحد واحد خمسه ديال السنتيم كتكون موجود، كيجمع فيه واحد البلاد ديال البونج وكذا وكذا باش كيسيبورتي ذاك لابوي، ذاك لابوي ديال اللعاب. اما اللعاب كينزل على ذاك الطارطون على ذاك العشب هكاك مع مع ذاك الدص مضر اكثر ما هو غادي يكون نافع. فها كنعتقد ان الاخ الممثل شايب الرياضه كنطلب منكم باش ترجعوا تفيريفيو هذاك السي بي اس ديال هذاك المارشي ديال هذاك النخيل. فيما يخص بالنخيل، حنا ما كناش يعني عندنا مسؤوليه مباشره على على النخيل، حنا عندنا واحد تبدو حنا غير سويدي كان ميتر دو بلاج بار الوزاره، اذا كانوا مهندسين الوزاره هما كيجيو تي تي يعني تيتاكدوا من الناس من الاشرار الكذاب، وكنحضر معاهم في المحاضره. المسألة ديال اللي قال السي أبو القاسم ديال ربما كاين شي كوش ديال الطارطون وكذا، هنا على السي بي اس هو مطبق 100% ومفروض يطبق، لأنه التيران هو يكون أمور بار بار الفيفا. ربما إذا كان السي بي اس شوية قديم وقت ما يكونش هذا الطارطون هذا، وأنا أتفق معاه يكون طارطون، يكون واحد أمورتيسمون ديال الشوك، يعني يكون واحد طارطون تحت العشب، لأن فعلا دابا كاين شوية ديال كاين شوية ديال القصح شوية دابا على شتي العشب ولا عرفتي القصح شوية. إذا كانت هذه القضية هذه ربما حنا ما كانش السي بي اس اللي كاين هو راه مطبق 100% وكاين دي انه الشركه الاولى راه كانت توقفات وكانت لانها ما احترمتش الاجال ما احترمتش هذا السي بي اس كما ينبغي، ولكن الشركه الثانيه اللي هي خدامه كسوتريتونت يعني ربما تبقى داك الشيء هو هذاك، الا خاص شي حاجه خاصها السي بي اس. وانا هذا الموضوع هذا غادي نتاكد منه مع الاخوان ديال المهندسين ديال الوزاره، وما كنظنش واش ما بعد الكارثه ديال ملعب عبد الله واش مازال الوزاره غادير شي خطا تهاون شي حاجه تخليها يعني ما يمكنش. وموضوعيين على ان احنا جينا بفكره ديال انه نسرعوا الوتيره ديال انه نسلموا الملعب باش ما تكونش عندنا مشاكل، لان انتم عارفين ان ذكرتوا انا في الكلام ديالكم في المداخله ديالكم على انه كاين مشاكل ديال 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 الفرق وكثيره، بل بالعكس ان كاين دابا ذكرتوا ان فرق ديال ديال يعني الـ يعني الجماعات القريبه ممكن انها تلعب في ملاعب اخرى. فاحنا عندنا اصلا الضغط وعندنا الخصاص، واذا به الان تنسمعوا على ان كاين مشكل في الملعب في العشب ديالو خاصو باقي كذا، اذا بمعنى انه غنتسنى واحد سبع شهور ثاني عاود ولا ثمان شهور الله اعلم شحال غاديش غادي شحال فاش غيتصايب هذا الملعب هذا. وحنا جينا على نيه انه نطالبوا ونديروا ان بي في مثلا باش نطالبوا المسؤولين اللي مسؤول على 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 المارشي خصو يسلموا باش نبداو في شهر 9 نبداو العمل ديال الفرق انه ندفسوا شي شويه، مع العلم ان الملعب ديال المسيره اللي عندنا الان راه واكل العصا شي شويه، وبالتالي الا بدا اننا نخفوا عليه. يعني شفت انه خاصه واحد لاكوش ماشي قالت لك راه ما غاديش يتحل التيران، فعلا حنا جينا اليوم باش نحلوا المشكل. المشكل كما قال سي عاون القاسم انه الفرق ديال التالودان كيمشيو للمدن اخرى، فعلا حنا اتران والرجاء ولا الفئات ديال امل تيزنيت راه كيمشيو لايت ابراهيم كيمشيو لايت جرار كيلعبوا فيه، يعني هذا راه الموسم الماضي راه يعني الفرق مشكل كيوقع المشكل معاناه السيد غازي دابا معاناه ما بغيناش داكشي اللي درنا شحال من داكشي اللي كاين نعاودو لنا باش نكونوا داكشي اللي كاين باش نكونوا عمليين. هذه ملاحظه ديال اللجنه ملاحظه، ولكن راه السي واعز انه يعني قال بانه السي بي اس داكشي اللي فيه راه هو هناك، يعني راه ما كاين حتى شي مشكل. الا كانت الكوش ولا ما كايناش ولا هذا ماشي غيتوقف في التيران، غير ملاحظه يعني يعني ملي كانت اللجنه تما لاحظت انه راه واحد لاكوش خاصه وهذا. بالنسبه فعلا اليوم جينا حنا باش نلقاو حل، يعني كما قلت حنا جايين باش نلقاو حل، والحل ربما انه
لا احنا في المجلس الاقليمي ولا في المجلس البلدي ولا مثلا العصبه نديروا مراسله مثلا الوزاره يعني الاسراع بفتح الملعب هذا هو المقصود يعني لا في العصبه حتى هما يدير واحد المحضار يعني مراسله توقع من طرف رئيس العصبه لاكراه هذه الكاينه والمجلس البلدي والمجلس الاقليمي هذا ما فيه ما كاين حتى شي مشكل.